اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا مسيره الدكتور محمد شاوي من خلال اللجنه الطبيه ومن خلال كل العمل التطوعي اللي اسند اليه في النادي الاهلي، لكن عايز اقف يا دكتور عند المشجع محمد شاوي، مشجع الاهلاوي مرتدي المدرج باستمرار. الكوره تابعت ازاي وعشت ازاي وعيشتها ازاي والمباريات الاخيره؟ كوره مع النادي الاهلي متعه. اولا ربنا يحفظ الاهلي، حضرتك كمشجع النادي الاهلي مرفوع الراس دائما. ايوه. وقعاتك قليله جدا 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 الحمد لله. ايوه. اسعدنا وزي ما بقول لحضرتك رفع راسنا مدى 45 سنه مش اقل من كده. ايوه. يعني لما الناس تقول عمري عشان الاهلي يهون مش مخطئين، مش من فراغ، ويزيدوا ويقولوا اديله عمري وبرضه قليل. مش بس عمري عشان الاهلي يهون يبقى ببذل العمر، يعني مصدر حقيقي للسعاده، هو المصدر الاول للسعاده في حياتنا. خلينا نبقى واقعيين وواضحين. صحيح. على مدى بقى العمر يعني عشان كده انت حاطط الشعار، عايز حضرتك مكسوف ليه؟ وي بيليف ان جاد. لا احنا يعني احنا بنقول دائما، يعني انا بقول دائما، احنا نؤمن بالاهلي، نؤمن بالله ونحب الاهلي. ايوه. في حاجات تانية كتير، اللهم احفظ الاهلي واهلي. ايوه. في كلام كتير قوي يعني مش يعني نؤمن بالله ونحب الاهلي. ونحب الاهلي. الايمان بالله ده ما فيهوش جدال. ونعم بالله. الحمد لله. طبعا على مدار بقى العمر كله في نقاط سعادة كبرى، هو الأهلي طول عمره نقاط سعادة الحمد لله، لكن في نقاط سعادة كبرى جدا. يعني ايه بقى الفرحات اللي انت كتير في حتى من الطفولة ما قدرتش تمسك نفسك؟ لا، اللي ما قدرتش امسك نفسي فيهم يعني طبعا كتير برضو الحمد لله، بس محددين. يعني ابريل 78 4-2 فاينل كاس، قول الخطيب اللي هو اللي اخرجني من الهزيمه، كنا 2-1 مغلوبين 13-14 دقيقه. ده ما اقدرش اوصف لحضرتك الشعور وشعور شكله ايه. 2002 16/5/2002 مباراه كبيره جدا. انا هقول لحضرتك حاجه من اغرب ما يمكن، انا كنت انا ووالدي بنتكلم على 6-1 6-1 كنت انا ووالدي في اولى شمال. دخلناش يوميها المقصوره ولا حاجه، كنا قاعدين في اولى شمال معايا اصدقاء كتير جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا دي 6-1 بنفكر المشاهدين. ما قعدتش على الكرسي غير بعد الجول الخامس. والله العظيم. وانت عمال، ولما جه الجول الخامس انا خدت اجمل حضن في التاريخ ما انساهوش ابدا من الوالد. ودموعي نازله بعد الخامس، انا كنت الجول الاول جه بدري جدا قوي، وبعدين توالى الثاني والثالث في التمرين، فانا حسيت ان ربنا بيدينا حدث كبير جدا خايف عليه. يعني لو احنا 1-0 وماشيين ما هو امر طبيعي ويبقى سجال، لكن لما وصلنا لثلاثه ابتديت ابقى يعني مرعوب على النتيجه العظيمه دي انها تستمر. ما قدرتش اقعد في كرسي الا ما نزلتش غير بعد الجول الخامس، وخدت هذا الحضن اللي لن انساه مدى عمري، اللي لم يقترب منه او يصل الى يعني جماله حضن ابني يوم 27 نوفمبر اهلي وزمالك برضو في الخمسة في القضية. لا في القضية 27 نوفمبر 20 ده برضو دي لحظة كبيرة. لحظة عظيمة جدا جدا. افتكرت والدي الله يرحمه وابني بيحضني، بس والدي كان رقيق، انما ابني عنيف جدا من حب الاهلي، فكان هيكسرني. عنف الشباب طبعا. الخمسة الأخيرة برضو شيء عظيم. نوفمبر 2006 صفاقسي. لا طبعا الاهلي علاماته كثيرة جدا وسعاداته، ربنا يحفظه الاهلي يا رب ان شاء الله. دي مباراة الخمسة الأخيرة. موسيماني كان رأيك ايه؟ هذا الرجل انا بعتبره مشجع بقى، دلوقتي بكلم مشجع ماليش علاقة لا بأي حاجة، لا لجنة طبية ولا مجلس، لا ولا أي حاجة خالص، مش في الموضوع ده. أنا مشجع كورة. الرجل ده رجل مواقف، رجل مباراة كبرى يعني. هو أنا بشوف له إدارات من أجمل ما يمكن، زي ما قلت قبل كده سان داونز رايح جاي البطولة اللي فاتت مباشرة، الوداد ترجي رايح جاي من أصعب ما يمكن. لا رجل مبتكر، ماتش الزمالك الأخراني الخمسة الزمالك مبتكر ومغير طريقة، وإحنا بقالنا فترة حمدي فتحي بيلعب ورا الديفنس، كلام ما يجيش في البال. فمع كل الاحترام لكل التقييمات والتقديرات، لا موسيماني رجل مواقف ورجل مباريات كبرى، هو بتاع إدارة مباريات كبرى وأحداث، هو بتاع أحداث. وبرضه الغريب ان الناس تعتقد انه اللي بيدير المباريات الكبرى ما يعرفش يدير الصغرى، يعني
يعني ازاي يعني الانسان هيتجزا ازاي؟ اذا كان بيعمل الاصعب بالظبط كده. فالسهل لما يثور عليه هي ربما تكون ظروف المباريات وظروف الاحتواء كمان. لا الاحتواء ده موضوع تاني مش عايزين نتكلم فيه.